الله معاهم كابتن عمر من نادي باور جيم حضرة جديدة. هنتكلم النهاردة مع كابتن سيد عن النشاطات. تكلمنا بس الأول كابتن عن بدايتك وبدأت إيه؟ والله أنا بدأت وأنا في الإعدادية تحديدا كده في تانية إعدادي، كنت لاقي جسمي حلو ويجي منه، فبدأت أفكر في أي لعبة أنا هنجح. بس رغم من ذلك كان عندي ميول جامد قوي في بناء العضلات، لان كنت بشوف ناس بس كانت قليله جدا يعني كانت بتلعب حديد، كنت بتفرج على افلام لارنولد، كنت بتفرج على الشحات مبروك. فدي ناس بدات اعرف يعني ايه اللي عندهم مش عندي، ده ايه ده، ان انا كنت صغير بدات اعرف ان دي حاجه اسمها عضلات ليها بناء ليها طريقه معينه في اللعب كده. حصلت على اي بطولات قبل كده يا كابتن؟ انا تحديدا في 2004 و2005 انا بطل اسكندريه وبطل جمهوريه اكتر من كذا مره. بسم الله ما شاء الله. طب كلمنا كابتن كده عن المنشطات، وليه الشباب اصلا بيروحوا للمنشطات وما بيروحوش للتمرين والطبيعي؟ يعني عامه البناء العضل الطبيعي بياخد وقت، او بمعنى اصح محدش عايز يتعب عشان يطلع عضلات. بس انا الافضل يعني انا الافضل ان انا العب طبيعي ولا ان انا ولا ان انا اخد منشطات عشان ابني العضله اسرع؟ والله اللعب طبيعي افضل لك، ان هنا انت بتطلع مش مجرد عضلات بس، انت هنا شغال بصحتك وفي نفس الوقت محافظ على كل اجهزه جسمك من جوه. يعني ايه الفايده ان انا اطلع عضلات بسرعه واكون انا بوظت كليتي وبوظت الكبد وبوظت الخصيه بتاعتي؟ الهرمونات يعني الهرمونات بتخش تلعب في كل شيء، فبتبوظ الهرمونات اللي ربنا عطاها لك اللي بتنتج بشكل طبيعي، بتخليها يعني ما تنتجش بشكل طبيعي زي ما كانت، وبتعمل خمول لبعض الاشياء. عندك مثلا الخصيه مش هتنتج سائل منوي او مش هتنتج حلويات منويه زي ما كانت الاول بسبب الهرمونات. الهرمونات دي شيء مؤذي جدا والناس مش عارفه، والناس فرحانه بالبناء السريع للعضلات، وهنا الدمار ان انت بتبقى متدمر من جوه قبل ما بتبقى متدمر من بره. وممكن تفاجئ ان فلان ده كان بيلعب معاك في النادي وروح والله يرحمه جاله هبوط في الدوره الدمويه، ما حضرتك محمل على القلب بسبب الهرمونات اللي انت بتاخدها والمنشطات. فحضرتك عايز توصل ان القلب يتحمل لحد امتى ولا الكلى تتحمل لحد امتى؟ طب لو انا دلوقتي اخدت جرعه بسيطه جدا من المنشطات، هل دي هتاثر معايا ولا ممكن اخد جرعه بسيطه وعادي؟ بص حضرتك، انا مش هعاملك زي ما النوادي التانيه بتعمل، او مش زي النوادي ما بتقول. في كباتن بتقعد تقول لك عادي خد مره واحده وهو كرسي في السنه ومش هيحصل حاجه. لا هيحصل يا باشا، حضرتك ما انتش دكتور، ما انتش في قسم صيدله او حاجه زي كده. حتى الصيدلي ملوش حق ان يقول لك خد او ما تاخدش، لان الصيدلي يفهم في حركه الدواء لكن غير خبير في المنشطات. بمعنى اصح المنشطات ليها ناس تانية وليها علم تاني مش موجود حتى عند الدكتور الصيدلي. الدكتور الصيدلي بيعرف ان الهرمونات ماشيه ازاي، لكن هو ما يعرفش هي مدى تعمل ايه. ما انت حضرتك فرحان بالهرمونات من بره وفرحان بجسمك اللي زاد، وانا عارف ان انت شقيان برضه في الهرمونات وبنين، بس هل انت شفت جسمك من جوه عامل ازاي؟ هل شفت الهرمونات اثرت على ايه؟ اول حاجه ممكن ترفع لك الضغط، يتوتر لك، يبهدل لك الدنيا. ثانيا بتحمل على القلب جامد. وثالثا ودي الاهم كمان، دي المفروض كانت تتحط اولا، الخصيه بتاعتك يا بيه. انت ممكن تبقى كامل رجولتك عادي بس ما عندكش الحيوانات المنويه، زيرو حيوان منوي بسبب اخذك للمنشطات، وبتكذب وهتقول ما اخدتش. لا انت بتاخد، واسمعني وفكر في اللي انت بتعمله، لان حتى لو اخدت كميه صغيره او كميه قليله انت لعبت في هرموناتك اللي عمرك ما هتعرف تظبطها تاني بسبب ان انت دخلت هرمونات صناعيه من بره. خلاص سلام بقى، خلاص. وفي اخر الحلقه نقول لحضراتكم سلام،
وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.